السلام عليكم. أداة جميلة جدا وهي مجانية، كولر باي بارامتر، تقدر تلون الحوايط والفلور من خلال أي خاصية أنت تختارها، بحيث مثلا حسب الارتفاع، حسب الدور، حسب أي حاجة أنت عايزها. تمام، تعال نبص كده على الصور. ممكن بارامتر وممكن كاتيجوري، وممكن تقول له كلير يمسح البارامتر كلها. طيب تعال نشوف الفيديو. ثانية واحدة، اختار ان هو يعمله مثلا بالمارك، خاصية المارك او اي خاصية تانية، فهو يبدأ يلون لك الموديل بتاعك بطريقة سريعة جدا، عشان لو هتعمل برزنتيشن او حاجة زي كده.